يستعد أبطال مصر في لعبة الاسكواش إلى خوض منافسات بطولة مانشستر المفتوحة التي تنطلق منافساتها اليوم الأربعاء وتستمر حتى 21 من مايو الجاري. يشارك في منافسات الرجال كل من علي فرج، طارق مؤمن ويوسف سليمان، فارس دسوقي وكريم عبد الجواد وعلي أبو العينين وعمر مسعد ويحيى النوساني. أما في منافسات السيدات فتضم البعثة نور الطيب وروان العربي وفريدة محمد ويثرب عادل، نادين شاهين، ندى عباس وهنا معتز.